بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين. اليوم حنصور بعض المخطوطات اللي موجودة عند الجمعية. هذه بعض المخطوطات اللي نشتغل عليها في المرحلة الأولى، نفتحوها ونصنفوها بالشكل هذا اللي طالع قدامكم في الشاشة. وإحنا اليوم دايرين معرض بسيط توضيحي للمخطوطات اللي تشتغل عليها الجمعية. هذه بعض المخطوطات، هاي مجموعة زي ما زال ما تعملناش معها. هاي توا بعض المخطوطات اللي حنشتغلوا عليها، هادو قيد التصوير والدراسة والصيانة. فهذه المخطوطات هذه متنوعة، أعمار هالمخطوطات هذه تزيد عن 110 سنة إلى حوالي 450 سنة. موجودة عندنا مخطوطات في حدود 450 سنة. هذه المخطوطات هذه معروضة، بعدها حيكون يتم تصنيفها وتصويرها ونحفظها في حافظات بلاستيكية للمحافظة عليها. احنا طبعا حاليا موجودين في مقر الجمعية، وهذه قاعة اجتماعات الجمعية، مازال تحتاج الى بعض تجهيزات القاعة. قدامنا حاليا المخطوطات، الوثائق اللي اشتغلنا عليها، فلما يتم تصويرها نحفظها بالشكل هذا في الحافظة البلاستيكية هذه، وترقم المخطوط وتصنف على حسب التصنيفات اللي وضعتها الجمعية بالشكل هذا. هاي واضحة التصنيفات، وهذه حاليا قدامنا المخطوطات، الكتب القديمة. المخطوطات هذه في الطب وفي الفلك وفي الجغرافيا وفي الحساب وفي الفلك والتاريخ والجغرافيا والبلاغة والقرآن وعلومه واللغة العربية إلى آخره من المخطوطات اللي موجودة عندنا ونشتغل عليها، حتى يتم تصويرهم والمحافظة عليهم ثم بتوها في موقع الجمعية. هذه المخطوطات موجودة قدامنا، واضحة المخطوطات جدا. فهذا عبارة عن معرض مبسط، احنا لم نعرض كل المخطوطات الموجودة في الجمعية، بعض نعرض بعض الصور. هذه صور لوثائق، هذه صور مرحلة الفتح للوثائق وتصنيفها، كمية الوثائق واضحة. هذه عبارة عن مخطوطات الكتب، هذه كتب كلها مخطوطات قديمة جدا، وهذه وثائق بعد تصنيفها. هذه مخطوطات، هذه قاعدة نفس الشيء وثائق، تبين جهة أخرى، هذه وثائق، هذه صورة أخرى هي نفس الوثائق. هذه صور تبين التلف اللي موجود في الوثائق، هذه وثيقة توري لكم التلف الموجود، والوثائق اللي فيها تلف في مدينة أغلام كثيرة جدا، يعني ممكن فيه آلاف الوثائق تحتاج إلى تصنيف وحماية. هذا وثائق أخرى نفس الشيء تحتاج إلى حماية.